ضربة ركنية للمقاولين مع 7 ركنيات لأسوان، أول ركنية للمقاولين، هيعملوا إيه؟ تتلعب من عمر سافيولا. لا 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 لا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، يعاقبوهم في ملعبهم، يعاقبوهم بطريقتهم. 7 ركنيات لأسوان ما تنفعش مع أول ركنية من المقاولين، أسيست من عمر سافيولا ورأسية رائعة من فاروق نور الدين، البرج العالي لنادي المقاولين. فاروق نور الدين يسجل من رأسية أرضية مركونة على يمين عمرو حسام في الشبكة، في الشبكة، هدف أول لصالح نادي المقاولين. ذئاب الجبل يتقدم في الدقيقة 22 عن طريق فاروق. ولد يا ولد يا ولد، جامب ايه وحلاوة ايه واسيست ايه من عمر سافيولا لصالح فاروق، لاعب رقم 10 اللي يسجل لنادي المقاولين. فاروق سجل، اوكلي وشايا، عبد الرحمن خالد الشهير بجبنا، سافيولا، فادي فريد، عمدونياس، محمد سالم، لؤي وائل، واحمد علاء اللي سجل في طلاع الجيش. ونفتح القوس ونضيف فاروق نور الدين. مباراة زي دي بالريتم ده وبالفرص وبالكرة الثابتة والركنيات، ماتش يطلع سكور، يعني سكور من الفرقتين الحقيقة، لأن نادي المقاولين هجماته في منطقة الخطورة. مين ينسى تسديدة عمر سافيولا؟ عدى حسام عرفات، عدى حسام عرفات، يسدد، حلوة، لا 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 لا، حسام عرفات، أي تسديدة يا حسام، يا حسام يا ولد يا ولد يا ولد، تسديدة شومة في المرمى، هاتها من الشبكة، ينزع الأهات من جمهور أسوان ومن كل اللي بيتفرجوا على الماتش، أي فرحة، حسام عرفات، لا 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 لا، عد معايا الأهداف الحلوة هذا الأسبوع، حسام عرفات يسجل هدف رائع لصالح نادي أسوان، خد القرار، ضم لجوه وعزم ومرجح رجله، عمل كل حاجة، عمل كل حاجة حسام عرفات، ألف به تسديد كل اللي عمله حسام عرفات، وبص ورفع عينه في الزاوية البعيدة، ما يقدرش ما يقدرش أبو السعود يعمل لها أي حاجة، ده لو أبو السعود ومعاه أحمد عربي واقفين في الجول مش هيقدروا يعملوا لها حاجة.